بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن قد وصلنا إلى نهايات تدبرنا في سورة الانشقاق المباركة، نقف عند تلك الآيات التي جاءت في أجواء من إيقاظ الإنسان وإزاحة كل أشكال الحجب والموانع التي يمكن أن تحول بينه وبين إبصار الحقائق قبل فوات الأوان. وقفنا عند تلك الآيات العظيمات التي جاءت تبين سنن الله في الخلق وفي الكون وفي الإنسان، التغير والتبدل، مرور الأزمنة، تعاقب الليالي والنهار، كل تلك الحقائق العلمية التي لا يستطيع أن ينكرها عاقل، بل هو جزء من هذه الحقائق، حياته وأيامه جزء من هذه الحقائق، فكيف ينكرها؟ فإذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن ينكر هذه الحقائق، كيف له أن ينكر رسالة القرآن؟ كيف له أن لا يخضع لرسالة القرآن ومنهج الحق؟ من هنا جاءت الآيات بعد قوله جل شأنه لتركبن طبقا عن طبق، قال سبحانه فما لهم لا يؤمنون، استفهام في صيغة الاستنكار والتعجب، فما لهم لا يؤمنون. بعد كل تلك الآيات العظيمات التي جاءت السورة بصددها، وقد بدأت بالحقائق الغيبية المتعلقة بيوم القيامة وحدوث أهواله، وذكرنا ونذكر دوما أن القرآن العظيم يثبت الأخبار الغيبية التي ليست في منظور الإنسان ولا في حدود رؤيته المحدودة النسبية، من خلال ما يبصر ومن خلال ما يرى ويستشعر، لينتقل من المنظور إلى الغيبي، ومن النسبي إلى المطلق، ومن المشهود إلى الغيب الذي لا يشهده. من هنا جاءت الآيات بعد كل ذلك بالاستنكار والتعجب، قال فما لهم لا يؤمنون. تدبر معي في دقة اختيار الضمائر والحروف والمفردات في السورة، وهكذا في كل سور القرآن، قال فما لهم، انتقل الضمير من ضمير المخاطب في قوله جل شأنه لتركبن طبقا عن طبق إلى ضمير الغائب فما لهم لا يؤمنون، في سياق الاستخفاف بأمرهم وشأنهم، وأن قضية إيمانكم أو عدم إيمانكم ليست بالقضية ذات الشأن، وهذا واحد من أعظم أشكال وأساليب الحجاج والتعامل مع الشخص المعاند المصر على الكفر والجحود، أن تهمله، أن لا تلقي له بالا، أن لا تعطيه ذات الأهمية، أن لا تأتي عليه بقلبك وقالبك تريد أن تحاججه وتثبت له الحقائق حتى يؤمن، لأن ببساطة شديدة ما يحول بينه وبين الكفر وعدم الإيمان وكفره وجحوده هو ليس قلة الحقائق ولا أن تلك الحقائق لم تثبت لديه، بل هو الإصرار والعناد والجحود والموانع الذاتية الداخلية. من هنا قال فما لهم لا يؤمنون. تدبر معي في عظمة القرآن، هذا القرآن الذي يعلمنا من أساليب الخطاب والآيات، وأنت حين تتنقل بين هذه الآيات وتقرأ الآيات يعلمك كيف تحاجج، كيف تقدم رسالة القرآن للآخرين. فارق شاسع بين أن تقدم الرسالة لمن لا يعرف ويريد أن يعرف، وبين من يعرف ولكنه مصر على الجهل والنكران والكفر والجحود، فارق شاسع. ولذلك الخطاب وأسلوب الخطاب وصيغة الخطاب تختلف،
فمن صيغة المخاطب إلى صيغة الغائب في قوله جل شأنه فما لهم لا يؤمنون. قال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وتدبر معي في عظمة القرآن حين يقول قرئ بصيغة أنه جاء لم يأتي بالفاعل، لم يسمي الفاعل، جاء فقط بالفعل. ولذلك يطلق عليه أهل اللغة، يطلق على هذا النوع من الأفعال الأفعال المبنية للمجهول. بمعنى القرآن يريد أن يعلم البشرية أنك إذا أنت قرأت عليهم القرآن أو قرأ غيرك القرآن عليهم، عبد الله بن مسعود أو غيره أو غيره أو غيره قديما وحديثا، ليست المسألة في من يقرأ عليهم القرآن، المسألة في رسالة القرآن، المسألة في آيات القرآن. ولذلك نحن نقول وقلنا في كثير من الأوقات أن واحدة من الإشكاليات التي باتت في تعامل المسلمين مع هذا الكتاب العظيم أنهم إذا قرأ عليهم القرآن من يحبون من القراء، سواء كان ذلك لطريقة أدائه أو لحسن أدائه وتلاوته أو لحسن صوته وجمال ترتيله للآيات، تراه يخشع ويتفاعل مع آيات الكتاب. وإذا قرأت عليه نفس الآيات ولكن من قارئ آخر ليس بذات المعايير أو المقاييس التي يطرب أو يتفاعل هو معها، لا يحدث ذلك التفاعل. نحن لا نتكلم عن أهمية حسن الأداء والترتيل والصوت وما شابه وأداء الحروف والقراءة الصحيحة وجمال التجويد، هذه قضية لا غبار عليها، ولكن نحن نتكلم عن قضية التفاعل. هل تفاعلك مع آيات القرآن موقوف على من يقرأ عليك القرآن؟ فإذا قرأ عليك القرآن من تحب من القراء انسجمت وتفاعلت، وإذا قرأ عليك القرآن من غيره لم تصغ له؟ هذه قضية إشكالية لابد أن نلتفت إليها. لماذا؟ القرآن يريدك أن تتفاعل مع المضمون وليس فقط مع الصوت ولا مع الأداء، على الرغم من أهميته. نحن لا نقلل أبدا من شأن القراءة ولا الجمال الترتيل ولا حسن الأداء، كل ذلك مطلوب، ولكن في ذات الوقت عليك أن تفهم أن الرسالة الحقيقية لهذا القرآن تكمن في معانيه وفي رسالته وفي أوامره وفي نواهيه، رسالة القرآن. ولذلك نحن نقول دوما أن حتى الأساليب المتعلقة بإعجاز القرآن، الإعجاز الذي يطلق عليه بعض العلماء قديما وحديثا التأثيري أو الصوتي أو الحروف أو النظم أو نظم القرآن أو نظم الكلمات والمفردات والحروف أو انتظام تلك الحروف واتساق تلك المخارج في الحروف أو الفواصل، كل أشكال الإعجاز المختلفة، وما أكثر أشكال الإعجاز في القرآن، كل تلك الألوان والأشكال كلها توظف لأجل خدمة أداء المعنى وإيصال رسالة القرآن وإخضاع تلك الرسالة في واقع الحياة. بمعنى أنك حتى حين تهتم بقضية الإعجاز، الإعجاز البلاغي أو الصوتي أو التأثيري أو البياني أو العلمي أو ما تسمي، لا ينبغي أن يكون ذلك الاشتغال من الأسباب التي تحول أو تصرف الإنسان المتلقي المتدبر عن رسالة القرآن، بل هو يوظف ذلك الإعجاز في الوصول إلى رسالة القرآن العظيمة. تدبر معي في هذه المعاني العظيمة وهذه الوقفة الجميلة الرائعة التي يؤديها لنا القرآن بكلمة واحدة، قال وإذا قرئ عليهم القرآن. وتدبر في على هنا، على هنا
حرف يفيد الاستعلاء ليبين لك أن رسالة القرآن ما جاءت من لدن بشر، ولذلك القرآن لم يقف بنا عند من يقرأ القرآن. قد يكون الذي يقرأ على هؤلاء من الكفار هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو في النسب والحسب والمكانة والسيادة والريادة. وقد يكون من يقرأ عليهم القرآن كما قلنا ابن أم عبد رضي الله عنه، الذي كانت قريش تنظر إليه نظرة بسيطة ومتواضعة باعتبار مكانته الاجتماعية. قريش كانت الطبقية فيها حادة وقت تنزل القرآن، هذا من أهل النسب وهذا من أهل الحسب، وذاك ليس له أهل ولا حسب ولا نسب، وهكذا جاء القرآن على كل هذه القيم التي لا تقيم وزناً لقيمة الإنسان الحقيقية المتمثلة في إنسانيته وكرامته التي خلق كل الناس عليها بقطع وبصرف النظر عن أحسابهم وألوانهم وأعراقهم وأجناسهم. كلكم لآدم وآدم من تراب. تدبر معي في قيمة الرسالة القرآنية. قرئ عليهم، فإذن كل من يقرأ رسالة القرآن ويؤدي هذه الرسالة، هذه الرسالة جاء بها بحرف الاستعلاء عليهم، هذه رسالة جاءت من الأعلى سبحانه جل شأنه، هذه رسالة وهذا الكلام ليس من قبل أحد من البشر أبدا. فعلى علو هذه الرسالة وعلى بروز مكانتها ورفعة حروفها وسورها وآياتها، هؤلاء إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. تدبر في القرآن كيف يؤدي المعاني حتى يبين لي شناعة وبشاعة ما يقترف هؤلاء الذين يتعالون على رسالة علوية فوقية، جاءت به رسالة عظيمة جاءت من الأعلى سبحانه الذي هو فوق الخلق. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن ليس كلام بشر، وإن كان الذي يقرأ هذه الكلمات وقد شرفه الله أن يقرأها هو من البشر، ولكن تبقى رسالة القرآن والحروف والكلمات والآيات والمفردات رسالة من عند رب البشر سبحانه عليهم. ما قال قرئ لهم ولا قال قرئ فيهم، قال عليهم ليذكر هؤلاء الذين في نفوسهم وفي دواخلهم من موانع التكبر والاستعلاء والعجرف الفارغة ما فيهم، حالت بينهم وبين وصول رسالة القرآن، أن يا قوم رسالة القرآن هي من أعلى، فما لكم إذا قرئ عليكم هذا القرآن على ما له من الشرف والسمو والمكان الحقيقي والارتقاء الحقيقي لا يسجدون. تدبر معي كيف جاء بكلمة السجود، مفردة السجود التي تحمل في طياتها معنى الخضوع والانقياد. ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وقف عند هذه الآية أو قرأت عليه سجد باعتبار أنها سجدة تلاوة. ويقول الإمام مالك هذه ليست من عزائم السجود، لأن لفظة السجود هنا المراد بها الانقياد والخضوع لأوامر الله، وليس مجرد السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض. والمفردة تحتمل كل المعاني. وتدبر معي في الربط بينها في سياق الاستنكار والتعجب من هؤلاء البشر المتعجرفين المتكبرين، والمقارنة بين حال السماء والأرض حين قال جل شأنه وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، وعن السماء لما قال انشقت قال وأذنت لربها وحقت. سماء على علوها ورفعتها وعظمة خلقها وشأنها تسجد وتخضع وتنقاد لأمر ربها سبحانه،
وأرض التي تعيشون عليها وتعرفونها وقوتها وكل ما فيها من علامات ودلالات وإعجاز، تخضع وتنقاد لأمر ربها. يقول لها اثبتي تثبت فلا تميد، يقول لها اهتزي اهتزت وربت، وهكذا في كل شأن. وهذا شأن الخضوع الذي يحتمل معنى السجود. وأنتم على ما ركب فيكم من وسائل الإدراك والفكر والتعقل والفهم لا تسجدون؟ تدبر معي في المعاني، وتدبر معي في القرآن كيف يصل إلى تلك العقول المغلقة. إن قلنا ونحن نذكر أن سورة الانشقاق من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة بعد رحلة طويلة من المعاناة مع هؤلاء، فالسياق سياق إيقاظ وتوبيخ وتقريع بعد سنوات من الحجج والدلائل والسور والآيات التي تتنزل، فما بقي أن يحول بين رسالة القرآن وبين قبول هؤلاء إلا التعصب الأعمى، إلا العنجهية الفارغة، إلا الموانع الذاتية التي أطبقت على عقولهم وأوقعت في الأسر قلوبهم. فتدبر في القرآن كيف يتعامل معهم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. القرآن هنا في هذه الآيات المباركات لا يريد منك فقط حتى من يسجد عند هذه السجدة واعتبرها سجدة تلاوة ويسجد حين تقرأ عليه أو يتلو القرآن. مسألة ليست فقط سجود تلاوة، المسألة مسألة ما موقع القرآن في حياتك، ما موقعك أنت من القرآن انقيادا وخضوعا لأوامره، ما موقفك من رسالة القرآن؟ وإلا فقل لي، ما معنى أن يسجد الإنسان فقط ويضع جبهته على الأرض ولكنه لا يعرف لا حلالا ولا يقيم حلالا ولا يقف عند حراما ولا يعظم شعيرة من شعائر الله؟ تعظيم القرآن وتمام السجود لآيات القرآن أن تقيمها في حياتك، أن تخضع لها قلبك وإحساسك وواقعك الذي تعيشه، وليس فقط أن تخضع جبهتك لآيات القرآن العظيمة من خلال السجود. بل إن السجود سواء كان السجود في الصلاة أو سجود التلاوة إنما هو لأجل أن يذكرنا بمعنى السجود الحقيقي، المعنى الشمولي العام للسجود، الخضوع والانقياد والاستسلام وعدم العناد وترك كل أشكال الأغشية التي يمكن أن تحول بيننا وبين تطبيق أوامر القرآن ورسالته في واقع الحياة. وتدبر معي في القرآن كيف يؤدي الغرض بالكلمة. قال بل الذين كفروا يكذبون، وبل حرف إضراب يعني بمعنى انصراف من معنى إلى آخر، من موقف إلى آخر، وله وسائل وله أغراض وله أساليب وله قواعد وله معاني كذلك وفوائد. واللي يلفت النظر أن الله جل شأنه في سورة الانشقاق قال بل الذين كفروا يكذبون بصيغة الفعل المضارع، بينما جاء في السورة التي تليها في سورة البروج تليها مباشرة في ترتيب المصحف قال بل الذين كفروا في تكذيب. تدبر معي في المعنى، تكذيب المصدر، وهنا في سورة الانشقاق يقول بل الذين كفروا يكذبون. لماذا جاء فيها في الانشقاق باليكذبون بالفعل، فعل المضارع الدال على الاستمرارية، وفي سورة البروج في المصدر؟ والسياق مقارب، القضية ليست مجرد فواصل، وليس لمجرد أن الآية التي جاءت قبلها لا يسجدون ولا يؤمنون
فتناسبا واتساقا مع الفاصلة قال يكذبون، والما بعدها يعون. ليس المقصود فقط أن تناسب الفواصل، تناسب الفواصل في آيات الكتاب وسوره لتحقيق الغرض، لتحقيق المعنى. ولذلك بعض المؤلفين المعاصرين ألفوا كتبا في هذه السورة تحديدا، في هذه السورة البعض منهم سماها بأنها حركة المعنى. في بعض السور، سور القرآن، سورة الفجر، بعض السور ومنها هذه السورة، كيف حركة المعنى؟ يريد أن يقول أن المعاني من خلال الألفاظ والمفردات والفرائد القرآنية والحروف تتحرك، ترسم صورة متحركة وليست صورة ساكنة، تنتقل بنا من موقف لآخر ومن حالة إلى غيرها، فكأن تلك المعاني تتحرك بتحرك وباختلاف وتبدل الألفاظ والكلمات. وهكذا هي معاني القرآن وآيات القرآن، ولكنها قد تتضح للمتدبر في سورة أكثر من غيرها. لماذا جاء بالذين كفروا يكذبون؟ السياق سياق واقع، فجاء بالاستمرارية لأن القوم كانوا يصرون على تكذيبهم وكفرانهم بهذه الآيات المباركات، بينما في سورة البروج جل شأنه يقول هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. وجنود فرعون وثمود نحن نعلم تماما قد انقضى دهرهم وغاب زمانهم، فشي طبيعي أن يأتي ما بعدها بل الذين كفروا في تكذيب بالمصدر وليس بالفعل المضارع الدال على الاستمرارية. أما هذه السورة المباركة فهذه تحدثنا عن كل الذين كفروا، ليس فقط في وقت تنزل السورة، ولكن كل أولئك الذين يجحدون رسالة القرآن عنادا وإصرارا واستكبارا وتكبرا وتعصبا ونفورا من أن يكون هناك لهم خضوع أو دينون أو انقياد لرسالة القرآن التي جاء بحملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدائها. تدبر معي في عظمة القرآن، عظمة القرآن ليس فقط من خلال الكلمات والحرف بل حتى من أبنية الأفعال والأسماء والمصادر. فيا لعظمة القرآن ويا لتعدد ألوان إعجازه التي قلنا ونقول، مهما وصل فيها الناس ومهما تكشفت للناس ما هي إلا أدوات ووسائل لأجل إيصال رسالة القرآن وإقامتها وتحقيقها في الواقع الإنساني. كل هذا هذه الألوان من الإعجاز هي لأجل هذه الرسالة، لأجل أن تصل الرسالة، لأجل أن توقظ العقول والقلوب والأفهام والبصائر والأبصار. بل الذين كفروا يكذبون، يستمرون في التكذيب. وتدبر معي في الربط، وطالما ربط القرآن بين الكفر وبين التكذيب. الكفر هو في أصل ذاته ومعناه في اللغة ستر وحجب للحقيقة وتغطية للحقيقة. وتدبر معي في معنى الكذب، ما هو الكذب؟ الكذب ستر للحقيقة، الكذب تدسية للحقيقة، تغطية للصدق وللحقيقة. تدبر معي في الترابط بين الكذب والكفر. الكفر تغطية للإيمان الذي هو حق، والكذب تغطية للصدق وتدسية للصدق الذي هو حق. فالكفر والكذب متلازمان، لا ينفكان عن بعضهما البعض، لا ينفكان مطلقا. الكفر يحمل معاني التكذيب، والتكذيب والكذب يحمل معاني الكفر من حيث تغطية الحقائق وإخفاء الحقائق وعدم إظهارها. قال والله أعلم بما يوعون. تدبر معي في القرآن كيف يعالج إشكالية الكفر وإشكالية الكذب. والله أعلم بما يوعون، لا قال يفعلون ولا قال يقولون، على الرغم من أن الكفر والكذب كلا الأمرين
فيها فعل وقول. لماذا جاء بالوعاء؟ يوعون، وكأن تلك الأفعال والأقوال وما تحمل من نوايا وخفايا وإصرار لتلك النوايا هي وعاء. الإنسان في واقع الأمر هو كأنه وعاء، فأفعاله، أقواله، خواطره، نيته تدخل في هذا الوعاء. فيا ترى ماذا جمع فأوعى؟ تدبر في عظمة القرآن في آية أخرى، جمع فأوعى. إعطاء الإنسان شكل الوعاء يا له من 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 موقف عظيم، ومن كلمة عظيمة تحمل كل المعاني التي يريد القرآن أن يوصلها إلينا. تدبر معي في المعنى. أفعالنا وأقوالنا وقلوبنا وعقولنا وخواطرنا وأفهامنا أوعية، فماذا جمعت في ذلك الوعاء؟ قلبك وعاء، عقلك وعاء، حياتك وعاء، ماذا وضعت في ذلك الوعاء؟ وأنت مستحضر بأن الله أعلم بما يوعون. وجاء بيوعون أيضا بصيغة الفعل المستمر المضارع. الإنسان طالما هو على هذه الأرض هو في واقع الأمر يدخل في هذا الوعاء، إضافة لما تحمله كلمة الوعاء من الوعي. تدبر في هذه المفردة الجامعة، هي صحيح وعاء، ولكن في ذات الوقت اختيار هذه المفردة العظيمة يحمل معنى آخر، معنى الوعي، بمعنى أن الإنسان العاقل لابد أن يعي ما يضع في ذلك الوعاء. لديك مرحلة من الوعي، ولذلك حتى على مستوى الإنسان والتعامل مع الطعام والغذاء والنواحي الصحية، البطن كالوعاء أيضا وعاء، فماذا يضع الإنسان في ذلك الوعاء؟ لابد أن يكون انتقائيا واعيا لما يدخل في جسده وفي بطنه، سواء ما يتعلق بالغذاء الصحي أو ما يتعلق بالمحرمات أو ما يتعلق بالأشياء التي تضر أو لن يكون واعيا بما يدخل في ذلك الوعاء، ثم بعد ذلك يصبح ما قد أوعى مخالفا أو مضادا لذلك الوعي. لابد أن يكون على وعي بما يدخل في ذلك الوعاء، والله أعلم بما يوعون. فهذا إذا كان الأمر يتعلق بشيء يتعلق بالجسد، فما بالك حين يتعلق الأمر بالعقل والقلب والروح التي هي أعظم ما في الإنسان. عقلك، قلبك، نفسك، روحك، أوعية، فماذا وضعت في تلك الأوعية؟ بعض الناس كما يقول عنهم القرآن أفئدتهم هواء، تشبيه القرآن، تدبر معي في القرآن كيف يصل بالكلمة والحرف ويرسم بالكلمة والحرف. ماذا في الفؤاد؟ ماذا في العقل؟ بعض الناس اليوم العقل فارغ، ليس فيه شيء يذكر مما فيه نفع، ليس لديه اهتمام إلا بما يأكل وما يشرب وما يلبس والأشياء المادية فحسب، بلا وعي. تدبر معي في القرآن كيف يؤسس الوعي بالكلمة، وكيف يستعمل الكلمة في السياق مع المفردات الأخرى والفواصل القرآنية لإيصال الرسالة التي جاءت بها السورة المباركة. احنا قلنا سورة الانشقاق سورة إيقاظ، إيقاظ الإنسان، ونحن نقول فلان غاب عن الوعي، غاب وعيه، فلما أوقظوه أوقظ وعيه، والله أعلم بما يوعون. ولا يمكن لإنسان أن يوقظ وعيه
دون أن يدرك هذه الحقيقة أن الله أعلم بما يوعون. الرقابة، الرقابة العظيمة، الرقابة الظاهرة الواضحة التي تجعل الإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. تدبر معي في الربط بينها وبين الآيات التي جاءت قبل ذلك، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وما جاء قبلها من قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وتدبر في الربط بينها وبين قوله جل شأنه والله أعلم بما يوعون. كدحت، ولكن ما هو نتاج ذلك الكدح؟ فيما أوعيت، في الوعاء، جانب من ذلك شعور الإنسان بقيمة اليوم والليلة والساعة والثانية واللحظة. وتدبر معي في الربط بينها وبين الآية التي جاءت بعدها، قال فبشرهم بعذاب أليم. هو العذاب الأليم يبشر به في سياق الاستخفاف بهؤلاء والسخرية بعقولهم التي غابت عن الوعي حتى وصلت وأوصلتهم إلى ما هم فيه من العذاب الأليم. كل تلك الآيات وكل تلك الدلائل وكل تلك السنن في الكون وفي النفس وفي الليل وفي النهار والتغير فيها وكل هذه المؤشرات، ولم تحقق فيك إيقاظا، ولم توقظك من سباتك، وآيات القرآن التي تتنزل لم تحقق فيك يقظة، قال فبشرهم بعذاب أليم. تدبر اختيار اللفظة، إن القرآن يعبر عن العذاب بأشكال مختلفة، تارة يقول مهين، تارة يقول عظيم، تارة يقول كبير، وهنا يقول أليم، الألم والإحساس بالألم الذي يتناسب تماما مع سياق المفردات في السورة المباركة. السورة تتكلم عن الكدح وعن أشكال من الألم، القرآن عبر عنها، والسرور، ويصلى سعيرا، ويدعو ثبورا، فكل هذا السياق كان يتسق معه تماما ذكر العذاب الأليم حتى يستشعر الإنسان بمعنى الألم الحقيقي. فبشرهم بعذاب أليم. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء منقطع للتأكيد، إن الذين آمنوا، لكن الذين آمنوا، بمعنى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال بعض المفسرين، والمعنى أيضا يحتمل في السياق، قال إلا الذين آمنوا بمعنى إلا من هؤلاء من توقف عن الكفر والجحود وآمن بالله وعمل صالحا. ممكن، فلهم أجر غير ممنون، غير ممنون، غير منقوص. لماذا الكلام عن النقص هنا؟ هو غير ممنون جاء في كتاب الله في 4 مواضع، واحدة في سورة فصلت لهم أجر غير ممنون، واحدة في سورة القلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لك لأجرا غير ممنون، وفي سورة الانشقاق، وفي سورة التين فلهم أجر غير ممنون. السياقات إنه طبيعة الكدح الإنساني والعمل، وتدبر واربط معي لأن الآيات جاءت تكلمني عن الكدح الإنساني، إنه يعتريه ضعف، يعتريه تغير. ولذلك بعض الصالحين وبعض المفسرين قالوا الإنسان المؤمن ليس على كل أحواله وفي كل أحواله يقوم بالأعمال الصالحة كما يحب الله ويرضى، ممكن يصاب بالمرض، ممكن يصاب بالخرف، ممكن يصاب بالنسيان، ممكن يصاب بالجنون، بالعتة، أي شكل من أشكال الأمراض، فهنا يرفع عنه القلم ولا يعد إنسان يعمل صالحا، ولكن شيء خارج عن إرادته.
فهل ينقص من أجره؟ قالوا يكتب له كل الأجر على ما كان يعمل. فلأن السياق سياق الكلام عن الكدح الإنساني المعرض لكل هذا، لكل عوامل النقص والنسيان والضعف والعجز بمختلف الأسباب، المشروع التي يعلمها الله جل شأنه، قال لهم أجر غير ممنون. لماذا غير منقوص؟ لأنك أنت تتعامل مع رب كريم جل شأنه، ما أمرك به هو الإيمان والعمل الصالح، ولكن ما قد تعجز عنه لسبب أو لآخر الله يعلمه، أو ظرف ما طرأ عليك وتغيرت أهلية الإنسان، أو طرأ على أحواله، أو تبدل من القدرة إلى العجز من القيام والكلام عن السجود على سبيل المثال. ليس كل الناس يستطيعون السجود، ولكن هل يحاسب الإنسان المؤمن على عدم قدرته على السجود إن أصيب بمرض أو ما شابه يحول بينه وبين السجود؟ لا، هو يسجد بكل إحساسه وقلبه ويتمنى لو استطاع السجود. هذا ليس كهؤلاء الذين يمتنعون عن السجود إصرارا وكفرا وعنادا، والله أعلم بما يوعون في بيان وتأكيد على دور القلب والنية وصفاء القدوم والعزم عند في العمل مع الله سبحانه وتعالى. الوعاء ماذا أوعيت فيه؟ إيمانا أو خلاف الإيمان، صدقا أو كذبا، أو نفاقا أو تزويرا. لأن قضية الإيمان هي أكبر قضية لا يصح فيها إلا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. تبدأ بالصدق وتنتهي عند الصدق، بل هو الإيمان، هو في معناه، هو أصل معناه هو التصديق. فإذا خلا من الصدق ماذا بقي فيه؟ ولكن إذا كان الصدق قد أسس عليه وفيه وبه، فلا يضر بعد ذلك ما يعرض للإنسان من عوارض تحول بينه وبين أن يقوم بما ينبغي أن يقوم به على أتم وجه وأكمل حال. من هنا كان هناك أعذار، من هنا كان هناك رخص وشرعت الرخص. لا يريد الله بكم العسر، يريد الله بكم اليسر. هذه المعاني العظيمة التي جاءت بها سورة الإنشقاق بكل كلماتها ومفرداتها وحروفها وفواصلها، ربطا مع بدايات الآية في قوله جل شأنه إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. سيحصل المؤمن على الأجر في الدنيا، الإنسان قد يحصل على الأجر وعلى أجر ممنون ومنقوص، ممكن جدا، لكن في الآخرة الأجر غير ممنون ولا منقص. لأن الأصل في الدنيا أنها قامت على الاختبار والابتلاء، فالنقص فيها سار وجار، أما الآخرة فهي دهر الجزاء والعدل والفضل والإحسان من لدن الحكيم العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.